السلام عليكم الاخوان، حياكم الله. اليوم عندنا عمليه ارسال اكادير عين زكان الله مبارك جوج خرفان. هذو هما كتقديت من نهار الاثنين من السوق ديال قلعه السراغنه، ديال الاثنين ديال قلعه السراغنه، تم البيع ديالهم للمتتبع من اكادير ان شاء الله. عين زكان غنصيفطوهم ليه، الله ييسر ليه ان شاء الله في هذا الخير. هذا راه الخلاص ديالو 6000 درهم المشره ديالو، والاخر المشره ديالو 75 اللهم بارك. هذا 75 3750 درهم والرزاق الله، اللهم بارك. الله يبارك المولاهم ان شاء الله، الخرفان راهم ملاح، الله يبارك سلعه، اللهم بارك تبارك الله. الخروف هو راه مليح والله يسر. وتحياتي للجميع ومرحبا بجميع المغاربه اللي تشاهدونا داخل الوطن وخارج الوطن. ديما الجديد مع اخوكم مصطفى والزعيم، والله يدير الخير وحياكم الله. والله يسهل على الجميع، قال لي شي عمل الله يسهل عليه، وقال لي تيعمل تيعمل تيخدم خدمه بنيه صافيه وخدمه نقيه، الله ييسر لي الامور. هادشي اللي كاين الخوت، واللي تيخدم شي خدمه ما هياش تي خدمه تكون مغشوشه، راه تنطلبوا الله الله يهديه، نطلبوا ليه الهدايه الهدايه الهدايه. هادشي اللي كاين الله يهديه. سعدات لي دار الخير، وسعدات لي داير الخير، الله يرحم الوالدين. الا نويتي الخير تلقى الخير، هادشي اللي كاين. اللهم بارك. الاخر الاخر وجهاد وجهاد اللهم بارك. الله يبارك المولاهم ان شاء الله. ها المرضي خويا، الامانه ديالك ها هو الكار، تنتسناو فيه ديال الاوتوستوب ان شاء الله. هو الكار غيوقف ونشارجيهم ان شاء الله باذن الله. ها تلقى تلقى الكبير، ها تلقى يزكى، ها تلقوا صافي. لا لا انا عارف هذا شرقاوي الاصل ديالو، ديال ديال ولاد الكوش، تحيه لهم. اللهم بارك. حاولي القرقاع تبارك الله، 6000 درهم المشره ديالو هذا. اللهم بارك، الله يبارك المولاه ان شاء الله. خويا المرضي الله ييسر لك في هذا الخير ان شاء الله يا رب. الكار هو وقف، الكار هو يوقف العبدي. يلا الله م... ها هو يوقف نديرهم في الكوف. ها جمال، لا سهل سهل سهل. ها الله يبارك، الله مبارك، الله يسر. الصغير اللي قبيح، الصغير اللي قبيح، ما تلقوش العبدي حتى قيدناهم، ولكن راه قبيح، راه هرب لينا دابا. ها هرب لينا ولكن اه الله يبارك. اول كار يوقف، اول حيد راه راه نديرو الكوف. يلا مرضي خويا امانتك، الله يسر. راهم غاديين مرحين في الكار. وريني مرحبا كل هاني، صافي قطاه. مرحبا الله يحفظك، مرحبا الله يسر الامور.